بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحلقتني أفراد برامج كني تحنها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومرتدين أبوها شيخ الناشي محمد عبد أمل. سؤال شاء أفرتن يلي حاد أي شيخنا قبل أمس حلقة النعاو سألكو حولي هاي شيخ نين يحاس كيسا يا اسكود عاي أيضو نين كا دروغو تير كيسا يا كتيرتو كدب حاس كيسي وحي تيري وحي اوي فوري إسنا وحي يري وات فرانتا هاي كدب قبل وحي تيري وحي يغفري صدح دل قدود أساقنا وحي يري وحن حسوستا إنا نريئون وات فرانتا هاي لكن إنا نصدح كفري ما حسوسته مركب مسألة الشيخ محينا غنسا. بسم الله، الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. الله وفقنا لما تحب وترضى. سؤال شيء أنت أنا كتشوابين سؤال شيء يدوم بسيدرسي يعني حالي حلقة دي كوريستان وهايد نيكي مقتشن سؤال شكا صدري هدانا حوله بحنين ولي دلية محان سمية سؤال شيء مركا كتشواب لي كدي وحا صوب حذي سؤال كالو رهيسا روحا عدو سيدي سبزة كبحيواي ملو دلية ودل مكو مدن كرا ينو زكادي بحين تيدا ديدي بغض النظر عندك قاضي سامح يتقدر فهنا نقطه أما حتى دولتي حق هيدي سكذا لو قلت لك لهنا يقادوا هالنقطه روح ملود لي كرا حدوب الزكدي بحوه سؤال شاء ساكر دلتي وحير بايد استول تاعي جوابتي ان شاء الله تعالى روح زكذا ديدن حدو ديدن هي واجب نمده دبا هي مشروعية ده كاسي دين توكبها يا وقالوا بيا وانا اللي سلوه قليه هذا الروح الزكاة أودي ديه بخيل نمو يا فضضيس لكن أوسن دي دني واجب نمو ده مركاسي مذاهب الأربعة هي علماء الجماهير توضو حي قبان إنو سنكو قالوا بينين زكاة أو بخيل نمو أودي ديه وحانا كتوصى حديثك في صحيح مسلم نبي وحوشا صلى الله عليه وسلم دسك عن زكاة بحينين ما انت قيام ماذا ان حوله هذه لغو عقابي وذهب كي في الضدي لغو قبيو انطلق كل ليو ما لنكاس او كنتن صنع كنتن كون الصنع ودقما مركاس النبي وحوشا صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار مركا كذب ودوم ظل كلا حكمه أي أما النار لقين أما الشرن لقين مركا نار لقين أما الشرن لقين والروح مسلمة هدوك قال لي أهان كل من لها وقال أهان لها مات مادين أما النار لقين أما الشرن لقين ومعناه وحويان تحت المشي أما النقدين توس وحلالي هنا نار تبتقي لها حديث كاسا قعد وانا سيد الجماهير وهل امن اي قبان انو سنكو قالو بينين اما الدنيا دا سيلو لنقميا لوا لوك لقاضي حديث حوق ليه وكو حوق له استفاع ايسو دقالما ايسو او يهي مركز كذا ان لقا قاضي والقلات دقالبي وانا ارنتي صحابه اي سميين اجماع اكو قاتين مركي لا دغالميه نيمانكي مخو اهاي خيلغي ابو بكر كوري دوي كو زكده ديده اسغو جيري واكي ابو بكر لها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها وحر هدي ديده اي بخين جيري وقتي النبي وان كولا دغالم marka markay koox xoog badan yihiin intay xoogaystaan ama koox ama qabiil ama nidaam dawladdu
shakadii diiday oo laga qaadi kari waayay markaa waa lagu la dagaalami karaa haduu yahay cid aan tabar uu isku difaac lahayn oo shawka iyo manaca aan lahayn shakadiina uu diido oo bixin waayo bixin la'aantana ay ugu wacan tahay bakhaylnimo iyo fudaysi ugu wacan tahay marka maxaa la sameynayaa marka waxaa la sameynayaa xoolihiisa in xoog looga qaado sakadii ma intii sakada lagu laaban baa laga qaadi mise labanlaab baa looga dhigi waa masale kale laakiin xoolihiisii baa looga qaadi sakadii inta loo tagaa xoolihiisii laga qaaday xoog looga qaaday ama isaga dhiiggiisa lama geli karo lama daadin karo looma daadin karo loomana dili karayo calashaani xoolihiisii buu sakadii ka bixin waayey daliilkeedu waxa weeye fii saxiixayn waxaa ku sugan nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasalam wuxuu amray in sakada lasoo ururiyo nin la yidhaahdo ibnu jamiil ayaa sakadii diiday iyo khaalid mawliid iyo cabaas ibnu cabdilmutalib saddexdaasa laga soo dacwoodo la yidhi sakadii way diideen inay bixiyaan markaasaa nabiga markii ribootkii uu yimid wuxuu yidhi maa yanqimu ibnu jamiil ilaa annahu kaana faqiiran faagnaahu allahu warasuulu ibnu jamiil wuxuu sakada u diiday wax kale ma ah faqiir buu ahaan jiray ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa deeq waxbuu helay waxbaa la siiyey wixii la siiyey intuu ka shukrin lahaa ayuu markaasi bilaabay inuu sakadii diido nabigu ma dhihin sallallahu alayhi wasallam markaa he hala soo dilo ma dhihin keliya wuxuu yidhi wuxuu u diiday calashaani wuu dhergay wuu noolaaday nabigu sallallahu alayhi wasallam ma dhihin hala soo qabtana ma dhihin hala dilana ma dhihin salawaatu rabbi wasalaamu calayh ama labada nin ee kale oo khaalid uu cudurdaaro wuxuu yidhi khaalid waad ka gardarantihin waad dulminaysaan maxaa yeelay diric bareedyadiisii iyo hubkiisii buu jidka ilaahay u waqfay cabaas oo ma aha anay wixiisu isaaran yihi buu nabigu sallallahu alayhi wasallam oo loo fasiro lagu fasiro ma nebigaa ka bixinahay mise horey baa looga hormarsaday oo laba sano sakadoodii buu nebigu horey uga qaatay oo cabaasna faraha ka qaada khaalidna waad ka gardarantihin ama ninka ibnu jamiil la yidhaahdo isagu waxa weeyaan intuu noolaaday oo taajiray buu sakadiisa u diiday marka nabigu sallallahu calayhi wasallam ma dhihin hala soo dilo ma dhihin salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaleeto isagana xadiidka axmed iyo abdaawuud iyo soo saareen wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam man acdaaha mu'tajiran falahu ajruhaa ruuxii sakada bixiyay isagoo ajir doonaya oo niyo ajir raadisa ku bixiya ajirkiisu leeyahy waman manacahaa faina aakhiduuha minhu wa shatra maalihi ruuxii sakada diido oo nasiin waaye xoog baan kaga qaadaynaa intii lagu lahaa iyo xoolihiisa niskood baan ka qaadaynaa marka waxaa laga hadlayay xoolihii in laga qaaday sakadii ku baaqatay ma waxbaa la saari doonaa ma intiiba laga qaadi doonaa fuqahadu ha ka doodaan laakiin xoolihii unbaa laga qaadi oo laga raadin mooye ruuxan kadaati sakadii buu diiday dhiiggiisa uma banaananayo xataa jihada sakada ka qaadaysa hadday tahay jihadii ugu xaq lahayd oo dowladdii islaamka xataa hadday tahay dowladdii rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa kale iska badaa marka ruuxa dhiiggiisa in loo banaysto calaxashaani xoolihii buu diiday xooluhu hadday baad yihiin ama muxuu ahaay ay yihiin si khalad wax lagu qaadan ama canshuur iyadoo warkeeda iska badaa waa sakadii waajibka ahayd tayib laakiin hadda waxaaba iska fududba oo masaladuba hadal badan ayna u lahayn nin diin muxuu ahaay dhiig banaystay xoolo maxay leeyihiin ya xoolo waxba lama aha ruux marba hadduu dhiigga banaysto wixii ka dambeeyo ka hooseeyo dhanna wax weyn lama aha macnaha tayib taa inta hadan kaga soo gubno ishkaalka iyo jawaabtiisu waxa weeye su-aashan haddaan u nimaadno haweenayda uu ninkeedii oo sarqaansan uu furay ma dhacaysaa dalqadaasi ama isagu mid ha xusuusto iyaduna saddexa tiraha wax ma ka dhacayaan mise kama dhacayaan waa la isku khilaafsan yahay ruuxa sarqaansan laba mid waaye ruuxa hadduu maankiisa isagu sabab uu leeyahay ku lumiyo khamruu cabay daroogou isticmaalay waxaa la yidhaahdaa kaa isaga ah sakraan baa la dhahaa hadday maskaxdiisu si alla u lunto oo sababuun isagu uusan lahayn ay u luntana ruuxaasi markaa waa ka duwan yahay kaa isaga dalqaddu ka dhicmayso
أما كان إسقاط صوابته أن قديم ومسكح ذي سلميه أو من كي سلميه كأول إسقاط خلاف سنية هاي تصرفات كيسة هذو حفره ده القديم ولا عيسى أول إسقاط خلاف سنية وحنا حب بدن والله أعلم إن عيسى وحب كفر مينين ما دام أوسن إسقرانين وحنا دليل أقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني صلاة هو دواننا إلى أن ميرستان وحد كوها الليسان أدقرتان مركز صلاة ديسي عبادة ديسي وحبك من شراء الله يسوق عظيم لأنه ما فهمه ما انكبا مقص وما سيدوك ليت النبي صلى الله عليه وسلم نين زنقرنا يا أويمت وحبي رسولك إلي وان زنيستي هل يحدو هل يكرباشو أما هل يدل هدو حسين نبي صلى الله عليه وحبي يعني وحويان خمر معبت والفيري مخمر ميعبي صحيح المسلم قاعد يذكر يلا وحلقة قادنا يا هذو خمر عبي وننكو سرقان سنا الله قرال كيسة أوان زينيستي وحلقة ما سوق عليه لما نحدين هذول هي لها خمر عبي أما اللقب دري بالها يقف كيسية اللقب أوري لها لأنه روح سرقان سنا مرك اعتراف كيسية هذو سنا وحبل لقى سوق عادين ضل قد يسنا وحبل لقى سوق عادين ماي وأنا السيدة كسوكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ابن منذر نوح وليه لا نعلم أحد من الصحابة خلافه أحد صحابة كم ذو خلافي عثمان بن عفان مجره ويتشيران صحابة قاركو ذو لغا سوري لكن روايات كان لغا وري وضعيف وحي كسوكان دوا عثمان نوح وليه يا عبد الله بن عباس سكران كوحبك مفرمان لأن مسكح ذي بعمقان شرع عذرا مسكح ذي الله هذا الشعب مسكح ذي حيل كسرته إرادة ملأ هو سيد مكره كلوه سداسي أيوه حكوت جي فوقها بدن الإمام الشافعي في أحد قوليه أحمد ظاهري هذا وحضرته إمام الشيخ فلان تيمية ابن القيم علماء كلي مركا وحلينا هاي هدي أوسن سرقان سنا أما الله بهاي إرادة أما سد هاي إرادة أما هل هاي إرادة وهو كما فرميا حدوثاً سرقان سنين ومركا وحوكوها اللي إسقرانا يؤونا قصد كرو وإرادة دي قصد كي تشوكتو مركا سيوي فرم إسامعنا والله أعلم جزاك الله خير نبارك الله فيك سائلك أفرتني تطباد وحولي يا هاي شاخ وحانا هاي كبر تشوكتا تلك مريكنك وحالي يقول لي يا هاي صون مركا وحان ربائنا انقل لي يو لكن شاخنا بدن كان أن تشوكنو بلاها قار معلنت أياب بدن وحبينك أياب جر كوانا هبينكي أياب بدن أو مالنت أياب ير مركا هدان بلاها مالنت أياب تهي سوغو سيانو صومو أنا كعرر أياب بلاها يساعدوه بدن يهي إنسان كيبي واحد بمسو قارية واحد بمالها لأنو روح هدي أو صوم كتغو أو عدردار شرعي أو كتغو واحد لقربوا أنقله فعدة من أيام أخر مالمي كتجي ترى لا يجينو قل لي والله لكن زمن دير يميد كابن سجى كلا دورن كنا ما دام مدة دي قلها هي كتيرتو وحوي وقت ودانو دورن كنا بل إسكبر دافع رمضان كمر كتيره وضمدا مدة ودو دير تهاي ولقيا بروح يني حملين وقعد كاتو علما دو حيله وكتير كرا مال وقت جيد وقابي هاي وكسوسومي كرا مرك التحايل ما حيال ضيسي ما شرع على حكامته إذا لقى حيال ضيسي أيه وتيسير كي يفضين تشرع عدو بحسه خيار واي دي مالين كان ده روح وكسوم أيه هضوم يتكلم تكلم أنا أيه حدود الشرع عدو أفصح ذي واي واحد يوم إن شاء الله تعالى والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك أفرتني يا سديدات حولي هاي وأسلك قبر شاف شانس نكهر أيان المدلعي بشي صان سداس أيه إذا تكتي أنا قوم قلينين سون كل بعد أيه يوسف قالي حتى أنا نقوم دمسترين أيه كيس التحدي يوسف قالي إلى أيه حتى أنا سون كيس جاها كيف أيه اللي يقول لي هاي مركز شيخ محسن أيه هدي سون ك دبديك أدبديك تقليه سا إلى سون كي كلا يوسف قالي أو سومن كلا يوسف قالي هدي هذا عذر دار لهاي ظروف تكوسا به ويدينا wixii uu kugu haray inaad qallaysa laga rabaa hadii aadan cudur daar la'aan aad soomanka is soo gaadhgaadhiso adoo qallayn kara aad dayacdayna waxa laga rabaa inaad toobad keento
لأن صونك قالها لقولة إنا تبكتو إلاك كلا صو قالوا وخلط هذا قلين كرا وأوذي كريم. وعلى اللود للشداء حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وحيلاذ هاي كان يكون علي الصوم من رمضان صون قلاء ما اللي يقول هانشري في شهر رمضان طبعا أمرك عادد كل عدي الصوم كي يوقف ارتوي فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ما أنا الأوذي كريم بتير إنا نقليه إلا شعبان موي في شهر رمضان كوريس في الشاسة نقليه انشري بتير محايا لي الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول كي أذيك يسي خدمة دي سنكو مشكور صنع بيت مركي شعبان صغلو ووقتي حريري نقضو أيا وحي اللي يقولها قودي كري بلاد حلقة قادنا يا مركي شعبان كدب ورمضان صغلو إنا دب لو سي ريحي كرينو خلطة سيدة سدراديد باوحا يكوتاقين أي ماذا قار كميدا شافعية دا قار شافعية دا يحنا بلاد إيو هذه رمضان كليته وكوسو قال أذن قليني إن لجاره وقليه يفيديو حديث كمسو قلنا فيديو داسي لكن وحيكسو قنت هاي أبو هريرة يا عبد الله بن عباس أياك اجتهاد أهان أفتوى ضي إمام شافعي يا أحمد بن حنبل يا مركا ساسي لي مركا نص ملها وآيات قرآن يا حديث مل فيديو ده للرائين يا قله لكن والرأي اجتهادي واحد. المهم وحلا جربا إن عاد سيدك دقة أقل ليسو وحي لقولها هذه مدة أدب دكتي ضيعت سامي سيد قلين كرتينا وإن توبتك أن توضي الله أدب دافو يديس تخلط بعدك شيء والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شيخنا زايل كان أفرتني سجلا له حولي هاي وح شراء دل كان عن شغنا أمريكا كبنك يودت كقريها وكذا. iyaga ku dhahay interest ama ribo ku saaran mayno waxay ku dhahayaan guri soo raadso kadibna lacagta qiimaha guriga ay ka bixinayaan kadib waxay ku dhahayaan su'aal ahaan 30 sano gudahood bil walba intaas iska bixi laakiin sheekh lacagta bil kasta aad bixinayso ila muddi ay ku qabteen iyo lacagta ay ka bixiyeen waxa ka badanaysa lacagta aad bil walba bixinaysay marka halka riba ma soo gali kartaa qaabkaas guri ma loogadan karaa si aan tii dhorta mabdeeyan bangiyada adduunka ka jiraay intooda badan systemkay ku shaqeeyaan waa system ribawi ah gaar ahaan bangiyada reer galbeedka ka shaqeeya qaalibka waa bunuk ribawi ah systemkay u shaqeeyaan waa systemka raasmaaliga ay ku shaqeeyaan kapitalismka oo ah inay lacag lacag saartaan ribawiga hadii la helo بنكي أما شركة أما هيئة دتك مال قليليس أو قرية أو قضيس أو قرية انتي كاقضا فايدة سارني لعق أي كسيين لعق ما سارني لكن بدأ حي فايدة سارني شروط بيلا دا مركا هذه شروط على إلاليو لب ملاح شروط أوحا كم إذا قرية أو كاقضي وبنكي قمتو سن كاقضين أما شركة دو أين كاقضين وأين قرية و بنكي قوية شو هادو هوري أولهان هوري بو أولها هادي كلال واينو إساقو سو يبسدو هاديك مركور إسا أفقرت بعد لك جاري كرتا أن أغريمنتي هشي سهين لكن واينو مركا ويحي كدن بي و بنكي قو هول قلو بدي عادي إساقو سو يبسدو هادي أوسن سو يبسنين أو إساقو بدي عادي أوسن إساقو لهين oo ku yiraahdo adiga raadi ama iyadoo gacan kale ku jirto cidii iska lahayd la taalo u yiraahdo waan ka gaday waxay noqonaysa la tabiic ma laysa indaka waxaadan lahayn hagadin bu nabi sallallahu alayhi wasallam taw qadab qadab kalabaad hadii uu soo iibsado oo u yeesh waxa kale oo la ogoleen inuu ku yiraahdo adigu tago هذا أنا وكيل جاء هذا أنا يعني وحوي نفط أنا متلي مركوه ربنا هذا هذا أنا جاء متلي لسوريك كذبنا مرك لسوريك تو هذا مرك إسكوريج توكيل العميل بلدان مرك يغير توحى كتير تشبه الربا يعني وحوي حيل ضيس يو شبه كتير تمرك يغير ت هذه كلا نواب الربا
way ka digaan culimadu way ka digaan hadii sida wax lagu kala gato badeecadi lagaaga gado gaari ha noqdo guri ha noqdo dhul ha noqdo saa lagaaga gado bangi uu wareeyay isaga milkiyay kadib uu ka gaday aqdigu waa ka dambeeyay markuu wixii la wareegay oo riskigiisa yeeshay uu ka gaday waxa hadana shardi ah sida markuu kaaga gado faa'iido saarto waa in aysan gadaal dambe haba yaraatay waxba ka kordhaynin oo aan la soo gelinin meesha waxay banalti waxay dhahaan yani ganaax oo haddaad la daahdo haddaad matalan baymentiga ama muxuu ahay aqsaatad bixinayso qaar ka mid a aad kala dibdhacdo yani waxba haddaad la daahdo waxba ku fuulaya halkaa hadday shuruudahaasi soo galaan iyadana riba galaysa waxaa kaleeto iyadana loo baahan yahay oo muhim ah inkeys hadday dhacdo ruuxu inuu bixin waayo ama uu ka caajiso ama awood u waayo waa in ay noqoto ama badeecada ayaanu gadaynaa gurigaan gadaynaa dhulkaan dib u gadaynaa dib markaan u gadnana haddii wixii kugu dhimanaa uu gooyo waa u qaadanaynaa hadduu wax ka badan gooyo wax annagaan ka goosanaynaa siyaadadana waa kuu soo celinaynaa hadduu wax ka yar gooyo waxa annagii aan kugu lahayn baan ka goosanaynaa inta kalena waan kugu leenahay ama ku cafiyan amaysan ku cafiyan ama haddii kaleeto waa inuu shardigu noqdo haddaad bixin weydood muddadaa la daahdo inta badan waxay ka qaadaan wax la yidhahdo security bay ka qaadaan yacni rahan rahantaasaan gadanaynaa markaan gadanadan wax annagii baan u goosanaynaa qaabkaas yay sax ku tahay laakiin hadday noqoto haddaad la daahdo waana sida ay u tacaamulaan way u mucaamuladan bangiyadu haddaad la daahdo ama caajistood kari weydo waxaan samaynaynaa badeecadii baan gadanaynaa haddaan gadanana wixii aada bixisay oo horo dhan waxba kama jiro waan xaraashaynaa waxay goysadaan annaga iska leh waa dulmi markaa waa dulmi oo waxay waa khilaafsan tahay sharcadii khilaafsan tahay almuhim markaan soo ururiyo way adag tahay mucaamalaadka aniga aan ku aqaano bangiyada inaad ka hesho mucaamala nadiifo shareecada waafaqsan xataa kuwa islaamiga sheegta oo bunuugta islaamiga sheegta aada bay u yartahay inaad hesho bangi sida ay tahay dadaalka u sameeya ixtiraaska u sameeya shuruudda tadbiiqiya laanna waxay ku socdaan inta badan waa andimada ay bunuugta ribowiga u degan bay inta badan ku shaqeeyaan kuwii baa wax laga yara farfarsamaynayaa magacyo islaamiya loo bixinayaa waxaa lagu leeyahy waa muraabaxa la dhahaa waxaa lagu leeyahay mushaaraka la dhahaa waxaa lagu leeyahay waxaa la yidhahdaa maaragtay ijaar almuntahiya bitamliik baa la dhahaa magacyadii baa lagu bedelayaa laakiin muxtawaha iyo xaqiiqadu marar fara badan waa tii bunuugta ribowiga ahayd oo weliba xeeladaysi sii dheer tahay waa marka aada loo taxadiro marka lala mucaamuloonayo bangiyada iyo mu'asasaadka maaliga ah ee caalamiga qaaliban aada iyo aada loo taxadiro wallahu aclam jazakallahu khayran wabaarakallahu fiik saa'ilka kantanaad waxuu leeyahay sheekh dhibaato aada weyn ayay haysataa dhibkaasi waa waswaas dhibka labaad waxaan ahaa nin dhallinyaro ah oo sannada ka hor aada ugu imtixaamnaa madida markay iga timaado gacanta ama meelo kale ayay igaga bigi jirtay markaasna uma aqoonin inay nijaas tahay laakiin sannadkan ayaan ogaaday inay nijaas tahay marka hadda waswaaskii wuxuu iga hayaa meelihii aan seexan jiray sannadadaas inay nijaas yihiin iyo in kale furaashkii waan rusheeyey teeda kale sheekh waswaaska i hayana waxaan u malaynayaa inuu ka mid yahay waswaasyada ugu khatarta badan oo janaaba marka igu dhacdo waxaa laga yaabaa inaan saddex cisho ama laba cisho aan qabaysto marka sheekh maxaan sameeyaa ficlan waa nooc jirada ka mid a waswaas bay ka bilaabataa marka dambena jiray isu bedeshaa marka dambena say u socoto waxay ku biyashubataa nooc ka mid a waalida noocyadeeda nooc junuun ah bay marka dambe ku dambaysaa arrintaasi inay cudur tahay waxaad ku garan ninka gogashiisii iyo dharkii ay nijaasadu ka gaadhi jirtay ka baqaya inay weli nijaaso yihiin sooma fududa hadduuba yacni waswaas ka galay intuu dhaqo inuu soo dhaqo oo waswaaskaba ka baxo way fududahay laakiin waxaa laga yaabaa intuu soo dhaqay haddana inuu isleeyahay weli nijaasadii kama goyn oo sanadkii dhawaa wixii ku dareerahay muddadii dheer wixii wax ka baxaya baa inuu jiradaa laga yaaba
marka waa nooc jira asal ahaan marka dambay noqot marka hore waswaas bay ku bilaabataa ee dadka qoloba meel buu ruuxba meel bay ka gashaa ruux aqeedada ka gashaa oo ilaahay iyo jiritaanki iyo aqeedadii iyo cibaadadii iyo waxa iska gali ruux waswaaska wuxuu ka galayaa dahaaradu ka galayaa istijadii iyo weysadii iyo qaar salaadu ka galayaa qaar mucaamalaadkii buu ka galayaa oo reerkiisii iyo gogoshii iyo la tacaamulkii buu ka galayaa ruuxba meel buu ka galayaa waa halis dadka qaarkood wuxuu ka galayaa maskaxdu ka galayaa oo wuu isla hadlayaa oo wuxuu leeyahay yacni waxaan masaajid ku jiro dhan anay wada fiirinaya cadow bay iyihi waa waswaas hayaayo waa is-ilaalinahay dhacyuu feerinaya goormaa lagu dili doonaa buu leeyahay marka waxaasoo dhan waa noocyo ka mid a waswaaska ka mida waa shaydaanka keena oo cadow inoo ah qaababka la gedisan in loola dagaalamayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi talooyin dhowr abuu ka bixiyey ama shareecadu ka bixisay oo laysku daaweyn karayo ruuxu hadduu qaato ku dadaalo daawo u noqon karaya midda koowaadii waxa weeye oo muhim ah in ruuxu uu gooyo oo la dagaalamo warka ku socda ee uu fulinayo warka ku socda ee uu fulinayo isleeyahay sax waa run waxbaa ka jira waa rumaystay waa run hagaaji hagaaji hagaajigaas waa meesha lagu dhex fadhiyo waay maxaa la rabaa inaad tidhaahdo diiday maya waa beenta waxba kama jiro la dagaalan markuu ku yidhaahdo meeshan waa nijaaso waa nijaaso sooma aha ayadoo nijaasaha iska dhexgal markuu ku yidhaahdo maadan istijaysanin wasaqaan iska ahaado iska dheh markuu ku yidhaahdo salaadii kuuma xidhmin yeelkadeeda dheh ka soco ma garatay islaantii waad furtay hadduu ku dhaho weligeedba ha furanta dheh haddii aadan go-aan rasmiya qaadanin ood warkii istiraahdo intaad rumaysato wax sax istiraahdo halkaa way meesha lagu dhex fadhiya waa siduu rabogodkii aad u gashay marka waa midka nebigu leeyahy sal alay wasalam uu leeyahay falyastacid billaahi waliyantahi riwaayo kalena uu leeyahy beeniya salawaatu rabbi wasalaamu calayh daawada ugu fiican hortaas waaye oo ruuxu wixii uu ka celinahay uu dhex galo si fudud buu kaaga hadhi markaa ilaa nin baa kugu shaqaysanayay markaaba waa kaa hadhaya haddii uu arko inaadan wixiisii dhegaysanaynin oo dhegaha ka furaysato wuu kaa tegi laakiin haddaa wuxuu kuu sheegaba intaad rumaysato aada sax istiraahdo hedegodku rabi baad u gashay maantan berina mid kale kuu gudbinaya qodobkaasi horta waa qodob qodobka labaadi waxa weeye inaad dhaqan ka dhigato sidaadaba waxaadan hubin wax kama jiraan ka soo qaada waxaad hubto un wax ku qaybso wixii shaki kaa galo tuur macnaha waa macnaha nabigeenu leeyahy sal allau alay wasalam nin baa u sheegtay rasuulka sal allau alay wasalam wuxuu u sheegtay in markuu salaada galo uu malaynahayo loo malagelinayo inay dabadiisa wax ka soo baxayaan mar alla markuu salaada galaba neef unbaa uun dabada ka soo socdo hadda bannaanka markuu joogo waxba kama socdaa markuu salaad ku jira waxba kama socdaa markuu salaada galo gudaheeda unbaa uun dabada laga taataabanaya war maxaa ku haysta nebigu u sheegtay sal allau alay wasalam nebigu wuxuu yihi sal allau alay wasalam yani laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan salaada yuusan ka bixin ilaa uu ama urkeeda dareemo neefta soo baxda urkeeda ama uu shanqadha maqlo sababtu waxay tahay rasuulku wuxuu yihi sal allau alay wasalam shaydaan baa kuu imaanaya markaasuu dabada kaa afuufayaa dabaduu kaa taataabanaya dabaduu kaa afuufahaya ilan meel walba nagaga jiraa ma ogtahay markaasuu wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa soo baxay soomaada neef baa kaa soo baxday soo weysan soo dhihi maysa soo soo weysan maysa haddana markaa salaada soo gasho haddana wuu ku taataabanaa aduu ma weysan baad ku jiriyo salaad burtoba marka iyo xaqiiqa wa yaqiin wax ku dhiswaay ma maqashay ma sa-urisay maya soomaaha weligaaba ha ku taataa wixii soo baxaya ha soo baxo ha iska socoto adigana salaadaada ka wado waa middaan hadda sheegayna marka yaqiin waxaan ahayn shaki oo dhan iyo tuhmo oo dhan bannaanka iska dhig soo qodob labaad ma aha qodobka saddexaad in aad badiso isticaadada inaad ilaahay ka magan gasho ood ilaahay aada u cararto wa imaa yanzaqannaka min ashaytaani nasqun
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هدي الشيطان كو وسواسيوك فساديو إلهي ما كان قال الله كعر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلهي ما كان قال بتصو وحكم ذا إن أذ بتصو سيدو كلا أذكار فربضنا واحد تصو أرورتي والشياطين تا هي مخلوق ودن لغي حسحدو او قلبتي محو هاي صبحدي غوشه ماركا تاكتو ماركا محو هاي سوق آديسو كل اذكار تحصينات باجر حسحد او لوو تلاغلين كو الىاليا وحيالهانا كو ددال قران كا اخرس كيسا يتدبر كيسا غارهان ان اسكو اخريدو معوذتين كا يو محو هاي قل والله غارهان سوره برب الناس برب الناس يدو اذن كل سورة داسي وحيكو ريجيسا الاستعاذة من وسوسة الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإسقون أما تشينك أمتك هالنقطة أم إنسك هالنقطة إلهي بعد ما ينجلس وحد كم ينجلس منك هي وسواس كيس سمارت مركا تلابوين كامركا تقادو واتكفوا يوغاني حديثا لكن اذن ادو استاوينن او وخي هور اوردو خير marka dambe waxaad gaari doonta aad waalato ama diinta inuu kugu diro ka saaro oo intaad culayskii xamili kari way marka dambe aad tiraahdo waxan maba xamili kartide isaga tag maaliba marka tilaabo kula qaaday wallahu aala جزاك الله خير مبارك الله فيك سائلك قلت يا كواد وحوليها يا شيخ هلبك تعزيز الله قالوا هدي قريقي قال لي ابوك انا معوني كرا هدي اتكتو يا هدي قريقي قال لي ابوك انا ما اسكميت باشا ددك مركا لغا دينتو اما قريقي لغا دينتو ايغو خنتو ما كريان فدي يا جوجل نما دغان شرعت وحوي إن إياك العاوية مالمها أي مرغيسين هنا عليس قايستو إن شكد الله قالوا راشين بناك الله كيانو إياك العاوية نبي جينو صلى الله عليه وآله وسلم حليه هاي جعفر بن أبي طالب مركو بنتي جعفر مركي لدلي ونبي صلى الله عليه وسلم كيريدي سوكاردي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم اصنعوا لألي جعفر طعاما جعفر آل كي سيادتك كتك عن طاق السماية فقد أتاهم أمر يشغلهم وحمشقول يا أيم ذو البهار يمرق باهيسته شكذا أكرا عن طاق كريه والنبي صلى الله عليه وسلم أو أتاهم ما يشغلهم مركا وحيليهن ذاتك يجي ومشقول سن ومرقي سن والبهار سن ونباتهي سن يا هذانا انت قول الله نحلكتو بهذانا يجي شكذا قليها أول الظلف دينية، أول عليسينية، صحمة. جرير بن عبد الله البجلي نوح ليه هاي. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة. كلن كجوري قال قدر أنت اللي سووا إيمانه. يعنتظر الوكر صنيع. وحن كتيرين شرني ولا جرير بن عبد الله وصحابي. وحن كتيرين شرني برارتي شرعة دي دبي إن كم تاع. أيام كتيرين شرني. مركوا خلط. علماء هي مذاهب تنوي قبان إن تود ودمان تون مذاهب تأفرت وحي قبان إن بدعتها شرع هذا خلاص مر هذا السيد استهاي ووحي اللغو كريو هي عنتظ اللغو كريو مر كي ويرتهاي عند يدو وكرهها كجرت هذيك الوحارة مر كي ويرتكر لأنه بدعوه أما هاللغو كانوا قولي هاللغو كانوا أما أذول لغها كرهت صاحب واسكمت الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم وحكولة يهي وأكره المأتم مأتم كوائسو إمات كميت كقداشي سليسو إمات قريس عمتانا اللعنة يهدي لغكريي ويكسو تشيدو ضد أنقان قاعدة هين أو نحلك لها أو أقونها حولوها ودي هدي كسو تشيدنا وحران اسكعد ومركا وحي نقول إساء إنا أقون حولوها ودى عمتاي ويكسي هالي سنة مركا وبدعو هدنا محاذير فربضنا الشرحي لا يعني وحوي حنبار صنوة مركا سي اللوغو يو وين أرنتا إيضا آذن وحكو درسان
انتدي اذا هقولن هدي له كيان الاسكحلي والله اعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك سائل كمتن لبات حولي هي شيخ كبد بان قرسدي لبد يكون يو 19 كي لبا بالوح كير بان اسقبني يدا ايانا ورقتي قد البطيو وحي قلت ورقتي دي سي حضور دار الان مهركي غنوا عفس ما انت اول لا جوغو لبد يكون لبي لباتن كي بي سو وعدي وحي داهدي ولا العلماء ايانا ارنتي ني ويديي وحي يقول يراهدين مهركم عفس مو الا وحون لغا بخيو marka sheekh meherka iyada ay u lahayd iyadaana iga cafiday miyey waxay ku leedahay misaladaasi khuluc baa la dhahaa labada dhinac inay ku heshiyaan in furitaanku ku dhaco qaab raalli isagay yihiin ninkuna uu dalqadaha wax dhaafsado ama meherkeedii uu cafidu dhaafsan ama xoolo kale uu dhaafsan sidaas aan loo isku furayaa lagu kala tagaya khuluc baa la dhahaa furitaanka caadiga ah uu ka duwan yahay ahkaamaha uu ka duwan yahay sida marka la isku furo ninkuna khiyaar u haweenayda ku soo ceshado ma laha iyaduna khiyaar ay kaga soo noqoto xoolihi ku soo ceshato ma laha sawt ma hayta waxba la kala gatsan hadii wax la kala gatsanay walba wixii seen loo dhaqaaqo ma badeecan kale iibsanay أنا العقب أنك قاتي أذونا بدي أحد يبغى القادة نقول بس وقيتي سمية لنا نقول وقيتي سلة جاية وأنا فريتان كان نوع أن لا أقول إن نينك سمية هوين إذا أنت عدد كتشرت إنه رجعت له لأنه وضل قبائن واحد مجرد أوفري خلاص حرق هذا اللي كنت صارت وأنا قاتس ما ترون هذا رجعت ورجعت ورجعت كهيا هذا يقانوا هذا لو دها ما سو نقنس سداس دراديد خلع كوردنا كما نقون كرتو خولي اي سدا كعفدي اسغنا يدي كما نقون كريو غور حسب اسغورسن كرا غور حسب هذا الروان يي اسغورسن كرانو اي اسدوني كران اما هذا الك اي ودادو كيرهدان هدوبا جيربا هدوب الشرب وذا هذا يكون لهن مهر كيسو وحلاج بحنين مع في اسمه وركاس ور وذا دماه وركاس ور حلم ماها ملاه وع ما بقول بس قديم ومحو أي مرة بندس كل جوية الله تبارك وتعالى قرآن كريم كابو كوش هاي هوانكو إني مهر كودا عفين كرام في سورة النساء وحنا ويكعفين كران كلنا ويدعفين كران فإن طبنا لكم عن شيء من دينكم عن شيء منهم نفسا فكلوه هنيئا مريئا كلنا ويدعفين كران قاركم إذا نوعفين كران وحنا ويكون بدلان كران يقع إسكاله مركا مهركو يصوم على قبل حين لما عفين كران يو صحما وخلط يوارنا سنكم النقون كرتو وحي أي دلقضها الرافستي وما الله بان كريس والله أعلم جزاك الله خير ومبارك الله فيك سائلك كنتني يا ستحاد وحولي هاي الشيخ كبرد يسخول عضي عدمية ترسانة يسا هذا ترسانة يسا عدد يدوا إمسا ومسالي دي هدا انكهل لين يخولوا عاهي يعني هوين دي سيدي هدا عن صوشيغن اللغو فوري وصيدا انك كوكالت تغين عدم بلادة ها عدو إلادة لكن ما حيكون عدة ترسانيسة عدة ومدة أي دمركو كتشريان أي انتو كتشريان ألا قرسان كرين ننكي هورا مدة أحن نبنانا ياوا عدة الإلادة مركا عدة علماء الجمهور توضوحي قبان فرين كعادي قابل لعدته وصدح عادة إني هشاء سيدا سيوا فقهاتو سيء بضيهين لكن مذهب كلاه شيرو دهايا هل عاده بس يكون عده ترسليس وليها هريري دمر كلا فري بين لعديهن لعدته طلاق وكلا ويان بين دهن لكن سيدي ابن قيم وحقيقتنا يقول ليه هوين اذا لا محو هاي خلع لو فري او سيدا نيكا يكون كلا تغين ان عدته سدح عاده ان ترسته اي لا دغو وحل نينو صحابه كم اذا كما سغنوا ليه واو مساله جدال دم بفقاد يسكو خلافه
رأيك اللباد وإني سان شيخ نيبا عددي ذو هل عادة كلي وكعدة ترصد ومرك إنك كلا تجان هل عادة إني هالشيء سوقي كدي منو يقول سان كرتها رأيك أسوق علم دقار كم إذا مري وحنا كسوقين يا هاي صحابة دقار كم إذا سيد عثمان بن عفان عبد الله بن عمر وحضرتي الإمام بن منذر أي ماذا شافعية كم إذا وحامري إسحاق بن الرهوية أحمد في صحيح الروايتين ابن القيم الشيخ ابن تيمية دورنايا وأنا رأيي حق بدن واحد لابد رأيك هذا بحق بدن أو سيدة هوين تلا فصخي أو كله هل عليك حدة ترسانيسا ما حد دليله وحد دليله هرت القرآن كوحو تلمامي في سورة البقرة طلاق إيوه خلع إنو كالدوين مركي لقصوا هاللي طلاقي الطلاق مرتان وطلقتي صدحات كذا الله قدقي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كذا الله قدقي لو أدى القضاء النهرين لقو الشيخي لحظوا دا وحا لقليي خلعي مركي دلقضها الصدح دا خلع كمدماها على الصحيح وأنا سيد ابن عباسي أي مرين مرة توصل دلقتي صدح دا كم دا هين دلاق معها مركي ووحك الدول وأحكامها أنك الدوران كريم إلي هل عادة كعدة ترسلي سوحا كتوصي حديثك الصحيحة اللي قوري ورينيسو ربيع بنت معوذ بن عفراء هوين إذي ثابت بن قيس بن شماس إن صوشاقني إنك إنت نبي قوتي من كنت رسولك إلهي ولينكا نينكا يغن ديني أخلاق دون كعدة بين ماي كل لعين ماي لكن وان كهضي وان ربصدي ولم تشوقي كرو او كفري قال لي يعني كفري بان اسلام ما دخيدا كغه بقيا رسول كودي جرى صلى الله عليه وسلم بيرتي مو علنيسا ها اسغنا فور ودي جرى نينكي واه هوين ايداسي وا خلق اوغو هريي او اسلام ك دخدي سبعه واه انت لا غرانيه رسول كو مخو كو يرى صلى الله عليه وسلم رسول كو هو امري ان ترتطر ان تتربص حيضه واحده فتلحق باهلها هل عاد كليه اني سكتو او كو خيده ترستو كديبنا اي ددكيدي اد حديث كاس واحد صحيح النسائي الطبراني الصوصاري وانا حديث صحيح بالطرق يعني حديث كاس مرك وحوجين يا حديث القضل لك ليب سيده فرتان كوكله خلع كله هوين يدو سيده حوق بدن هل عادي كحد ترسن سدح هذا معها لان نينا يسوق يسوق سوحشنا يا مجرو عدد هذا هشو ويقورسن كرتا ساسا حوق بدن وسمسل خلافيه والله اعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك كنت في أفراد حولي هاي شيخ صلاة الدحرة دا دي عن نسقان يا سيادو عن صلاة ملابد شير آيات ستون سحوي اللي من آيات صالحان أنا قوة تحيات كده حكا تغي حتى نستود ديرا دا حكا دم كليمي ووحا اللي يقرب ستون سحوي كي التحيات كي عن كتغي بس ستون سحوي كي ستود ديرا دا مس حل ستود سحوي بايبو فلان حديث صلاة دحية الروح ودور جور سهوي كدعاء ومثلاً التحيات كده هو سهوي هذانا ركعت بسهوي هذانا سهوي جاكو بطي سهوي إذا فرح بدن هل صلاة كلية قليل وحقو فلان لبس سجود بس سجود سهوي الله واقف بس حقو فلان ما هنا سهوي كستاء لبس سجود الله يمانش ومركز صدق جور صلاة دحية كل سهوي ده إلى لح سجود لا يمانع لسماع كل حقوة فلان لابد سجود هذا سهوي حقوة فلان وحي سهوي بدن صلاة هذا كلوردن وأنا سيدا أي قبان جماهير أهل العلم ووحي إليهن ويسدح جلياني مدبل بقوني ذي الله معاملون مايو والله أعلم نبينا صلى الله عليه وسلم يصحابي ذي سين لقمها إليه ما ينصمين وح إيمان كري أهيد كون إيمان كري صورت قلتين يكتب من هذانا لقمها يو إني سجود سهوي فربنا أي لي ما دين هل سجود سهوي بلا إيمان جري صلاة كذا شيء والله أعلم جزاك الله خير نبارك الله فيك سائلك كنت عشان هذا حولي هاي شيخ وارد كي جنعسي بولي هاي أنا جانا جنعسي دي سميت كم إذا أيا وحيا وأخبار عشان وان خطيرة حوجا لبدو دين عن سلوا ده ويقول سلادين هنا أخبار عشان أو عن سكت أيا شقادة أيا تبا أتن كاسدي وارد كي كحوم هذا عقوبة ما يجي تكاد عيسى حليبان كسو جواب لي مسألة روكالي وحي آن مع الصياء هايم والد كأطيع
waxaad rabtay maslaxadii waxbarashada iyo waalidka rabitaankiisa hadaad iswaafajin kartana iswaafaji hadaadan iswaafajin karayn cilmiga aad doonaysana markaa uusan fardu cayn ahayn markaasi waxaad ku qasban tahay inaad waalidka hadalkiisa yeeshto laana wax weeye cilmiga aad dalbayso haduu cilmi adduunyaya ama uu kii shareecada laakiin aan waajibka cayniga ahayn kifaa'iga haduu yahay waxaa ka xoog badan waalidka amarkiisa marka waalidka aatac oo amarkiisa yeel haddaad rabto inaad wuxuun samayso siduu rabo si anayna aada samaysana intaad ku noqoto qanci oo isagoo qanacsan oo raaliya markaasi wixii aad samaynaysa samee wallahu aclam jazakallahu khayran wabaarak allahu fiik saa'ilka konton iyo lixaad wuxuu leeyahay sheekh nin imaame ayaa tujiyey dad isagoo aan weyse qabin dadkaas imaamkaasi uu tujiyey salaadooda maxay noqonaysaa isagay ka jabtay laakiin annaga way noo jirtaa sawaabku waa sidaa waase masal khilaafiya weye jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan imaamka salaadiisu hadday jabto inaysan salaada ma'muumiinta saameynaynin oo iyagu salaadoodu ay u soconayso sida fiicanna wax wey hadday salaadu ka jabto ama wax ku yimaado inuu ma'muumiinta qaar ka mid oo safka hore taagan uu meeshiisa geeyo istikhlaaf baa la yidhaahdaa oo ay dadka salaada uu dhammaystiro isaguna hadday weysada ka jabto iyo hadday ka jabnayd oo ishalmaamay oo weysala-aan uu galayba markaa uu weyse raadsado waxaa laga qaadanayaa cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu ardaa waa kii isagoo saxaabada tujinaya salaada subax mindida la geliyey oo ninkii raaya allah ku riday uu mindida gelin jiray cumar salaadii uu wadi kari waayey kadibna cabdiraxmaan ibn cawf buu hormariyey cabdiraxmaan baa dadkii salaadii u dhammaystiray rag badan oo saxaabaduna waa kuwii dhaawac ku gaadhay marka imaamka haddii wax ku yimaadaan waa inuu istikhlaaf sameeyo oo cid kale booskiisa istaajiyo dadkuna salaadoodii ay wataan marka cala raajix salaada maamuumiintu waxba noqon mayso ama weysela-aan ha ku galo markii hore hays halmaamo ama isagoo salaada gudaheeda ku jira ha ka jabto laba gooraba isagoonbay salaadiisu jabtay laakiin dadka salaadoodu waa sax wallahu aclam jazaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik saa'ilka konton iyo toddobaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ballan ka qaaday naftayda oo ah inaan shaqeeyo lacag lacagtaasna aan ku bixiyo masaakiinta oo aan ku quudiyo oo ku sadaqaysto marka wiilasha walaalahay ah lacag miyay weydiistaan anna waan u calool jilcaa oo uma diidi karo marka ballantaydiima waxbay u dhimaysaa arrintaas ayagu soo masaakiin maah hadday wax ku weydiisanaya markaad adiga masaakiin kaa fog la raadsanayso ayagii baaba sokeeye ee ma sokeeye nimadaa qadinaysa yacani waa faham khaldan waay haddii ciduun mudan tahay wax siintaada iyo sadaqadaada cidda ugu mudan waa xigtadaada ayagaa ka mudan kuwaa shishe masaakiinnimadii aada ku xidhay bixintaadana way leeyihiin qaraabonimona way la dheeriyeen adigana laba ajir baad ka heli bedelkii halkaa ajir keliya aad ka heli laba ajir aad ka helaysa nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa uu leeyahay alsadaqatu cala almiskiini sadaqa wasadaqatu cala diraximi isnataani sadaqatun wasila miskiinka aan dhalasha idinka dhexaynin wixii aad siiso waa sadaqo laakiin midka xigtadaada a waxaad ku bixiso ajir sadaqo iyo qaraabo xidhiidin ajirkeeda labadaasaa laga helayaa bu rasuulku uri sallallahu calayhi wasalam marka walaalahaabaa ka mudan oo qaraabadaada ka mudan dad shishe siintooda kuwanaa ka mudan ayaga sii marka insha allahu tacaala wixii kasoo hadhayna masaakiin muslimiinta kale masaakiintooda sii axmed iyo daarimi iyo tirmidi iyo imnmaaja soo saaray xadiidka waa xadiid saxiixa weye wallahu aclam jazaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik saa'ilka konton iyo sideedaad waa gabadh waxay tiri sheekh nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam inaan xaasaskiisa jannada ka mid noqdo ma ku ducaysan karaa waa meel fiican bay laacday laakiin culimada qaar ka mid ahoo dhib male arkay dhahayana waan arkay laakiin waxaan ka baqayaa inay noqoto alictidaa fi ducaa
يعني الدعاء دي هو ميلين اللهين على الأدي يعني كبقى يعني النقطة محيي لي إلهو كنا ذي إيجي ونار تيجا بتبادي وكنا فردوسه إيجي لكن هذا تفاصيل هو صو يعني دعي إني أنا دعي إنه بقرين هذا كش نوع اعتداء بكتير عديد كحول هذا قاركود أي تحسينين أيام يا عبد الله بن مغفل ونبي كورن صلى الله عليه وسلم وحو مغلي عبد الله ويلو نالي أورهاي اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني الله وحك ودي سريا صرت عد جنة لحد هذا ومر كان جنة قالوا مدك تجحت مركز وحول يا بولي سل الله الجنة وتعوذه من النار ويلك يجيو إلهي جنة ويديسو عذابنا كان بدك قال محيي النبي محمد بن مغلي صلى الله عليه وسلم لها سيكون بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور ها إيمان دون ضد أمضى إذا كم إذا ودعاء إيو ظهار هذا كحد كذبة مركا هذه سرعة أو شن هذا هلك هكذا لو مديك ها قبل دون تو واحد يأكل شيء مركا إلهي شنو ويديز عذابنا كمان نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه لجرن ما يو إن أمديس دمر كودا دمر كأمد قار كم إذا إنا حاسس إنه قندونا لما يقانو كلي واحد له يا إن حاسس كيس الدنيا دو أي آخر حاسس إنه قندونا لكن دمر ككلي الدنيا ده أمديس أما كوا كلبا إنا إنه قندونا حديث ضعيف أشرة أو آسيا إيو دمر طورة يا إلهي إيو جوريي ده هي لكن مصدق الحديث كاس مسألة مركا عمل الجرين إني بهرت إن هذا وقت سجله مسوا إلى النبي حاس يقدر تعطوا حس وإني يجري دوتو على الجرين وروح كور دام أشرة مسألة ذاك الوحوي النبي صلى الله عليه وسلم وحش شيء دمر كا الدوم كلجو جورس ذي آخر مركا يتجان رجوا ذي الدوم كوكا بيشري أي دمر نقد ولا جارهان لينك يقدم به أو جورس ذا مسألة ده أنا حرم المربان كسوها ظل طبعا مربان كسوها ظل لي وكسو تشوعني حذيفة ابن اليمان بحاسكي سوحو كويري إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها يعني حاسكي سولها اللي حكوي لها تضرب طينا خرج حاس يكون نقطه أنا قداشة يقول سني بكوري نندم بكوكوم أوي محايا لي وحو يلي هوين يدو نينك أقدم بيه أدونك أي كورستي آخر حاسب نغضوت وحو يلي ولذلك حرم الله تعالى على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده سيداس دراد الله يعني يا الله وحو أدي دي النبي صلى الله عليه وسلم حاسس كيسا قداشي سئن لك كورسدو محال أدي دي لأنه حاسس كيسا آخر واحد كذا شيء مركّة لما جورسنا كرّون النبي صلى الله عليه وسلم مركّة هذه هداد الدون كان هدي أدنى الآن أهانا يسنا أدنى الآن وأهانا يسني محمد بيجورسنا دوننا وحله هو ما هداد الدون كان نكون جورستنا نكياس جورستنا بعد آخر حنين ونقحص ونقندون طبعا حاليا إشكال يلو يما أو نكيا الدون كان من سكوك هدي إني هدو ميد خرمه ونكبر رفاضي وهذا لما آخر قرط اللي يجلي دونا marka taara jawaabteedu waxa weeye aakhara marka la tagayo dadku dadkii ma aha dhaqanku dhaqankii ma aha abuurka abuurkii ma aha wixii dhan waa la bedelayaa wixii dhan waa bedelmi doona insha Allah ta'ala marka arinta iyada ah walaa culimada qaar kood aan arkay oo dhahay dhib ma laha hadana runtii iskalaad badan baa ku jira waxa fiican wixii aad ogtahay inuu yaani jiro ilaahayna ka aqbalayo sharsuulku la jideeyay إن إلهي كبر إضافيها مصقنا النبي صلى الله عليه وسلم دمركي لتشوغي وشنك شعلاي ورسولك شعلاي وإنك شعلا إنه كي رسول دعيس طوحد كتل هذا إله النبي محمد حاسي يقول لك ما الله هيو ورك قبلها وحن ريلا ميلك لأوفوفا ريلا والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك كنت لي سقالات حولي يهي
شيخ صوم بدن أي دافعي أنا وبديت جوجا دين تنا أكون أمال هين لكن وين أجا إن واجب يقول هاي حتى نما نود الصوم يشيلين مركا حكم كي مش حكمه نوريا لو أرد بالله جربا هنا توبة كنتو ووحي آد سميسي خلق كارد عي آد آد وقوم موتو إلهي لدب دافو يديستو صوم كي آد كتكتين هنا توق اللي صو وليو كساري هاي كامل دعين عند جماهير أهل العلم ساسي قبان صوم لقيت جاي روح كرد في ماي إلى وقليه مركز صوم كي نقلة إلهي لو توبة كين والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك الحدنات حولي يا شيخ نبي نصوبا صلى الله عليه وسلم وحولي قفك مركا وقبرك لديغو مركا قبرك لديغو وحو قبرك لي يحي قبشو مسلمية قالبا مركا إد قبشة داس كبت بادنسا مجرتاشا الظاهر وحوي سيدا موقتا وحديثتا كم موقتا عدادسك أما قبشة دا متكات كعب ارتبا ضغدا وقبرك كرد عياي وحكبت بادي ينو سنشرين أيا كم موقتا حديثتا نبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا حديثنا معناها تلمام يسا حديث أبو أيوب الأنصاري أن صبيا دفنا المير وانقان قارن بوقت النبي قال الدوغي صلى الله عليه وسلم مركز النبي قال صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي هذا عدؤون قبر يقب الشديس وكبت بادي وكب حصل لها وكف كنكره المها يربع كف كالله أبو النبي صلى الله عليه وسلم مرك المير هدو فكان وياه فكان أيه مرك ما فكان أيه لا ما فكان أيه وح سيحو كنا يا ديت كطبراني يا صوصاي ابن حجر هيثمي شغلباني ينوح إليه واحد يسون وصحيح وحكى له توحو كنا يا حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وكساب سن جيريدي سعد بن معاذ سعد بن معاذ صاحب جليل وها دقال كي وحل الرواعي محوا هاي أحزاب صور رواع على سوق هذه مسجد النبي قال الله صلى الله عليه وسلم هالبولة فرتي مركو حوجات شوي كدي بنو كيريودي مركا نسحابي وقالي أبوها قصة عجيب ومركا ليه قصة الروايات كده ويكل دويهين لكن هل ميل بالقصة أروريه لفائدتها أن دين ذو المرء سلم سلدن على أقل لهذا هل بولها أي سعد نبرك جاري لنوجس نواح ما لنتي خندق كدبنا وعسلاري إسلام ليده هذا رفيدة ونخترض أهيد وضد كناوع داوين شرتبة لوك يعني هل كاسي مركا كبحناني نيسي نبي صلى الله عليه وسلم مركا وقلبتي قارو سومري شري مركا سو حدودي شري كيف أمسيت ورسعدو سيتها سي قلبتك وقصوك شعاو سيتها صباح ذي مركو قارنا نبي قوى سومري شري كيف أصبحت يا سعد سي واقو كوكو بري سيتها مركا سو نبي صلى الله عليه وسلم وشيك شري حالك هبينك عسلان دونو ومركا حال دي سو عسلاتي ايا مركا مركي واي دريمين ان لو سو كورداي باي قادين قوم كي سي با قاداي ميل غوري جايي رسول صلى الله عليه وسلم يم سيدي عادد وهيت سوغو ويدينيا وركور اوي سعد وحالي لي ولا قاداي ولا لتي ميل غوري ميل هبلالك وميل يرا دروكس النبي صلى الله عليه وسلم و بخي مركا سد دغدغ كو دقاجي صحابتي لا سودين وين راحين فأسرع المشي حتى تقطع شصوع نعالنا وسقطت أرديتنا من أعناقنا صحابه وحي النبي أردك يدقدق ودقدق هي كبهين وينغ قئن بله وحي كركر نغ سارنا ونغ دحاي مركسان النبي او شيغنون ودعونا وحكون يا رسول الله أتعبتنا في المشي صعدك وان نغ رفاسان يا رسول الله والرفاض على الذي ذاته وكبه قئ oo ku gaari weynay oo ku warfaadnay bilay markaas nabiga xudu sallallahu alayhi wasallam inni akhsha an tasbiqana al malaa'ikatu ilayhi fataghsiluhu kama ghasalat handala waxaan u degdegayay waxaan ka yaabayaa in malaa'iktu horteen dhaqdo
وينوغا هرمرتو سيدي هادا كور حندلة ودقين حندلة غسيل الملائكة نيكي صحابيها وملائكة جنازة دي سبق لي سيدي شوكنا يكايا ويولي انتي ينوغا هرمرتو يني دقان ساسا ندك دقا نبي صلى الله عليه وسلم قولي جيبو يمسعد يالي سقو الله دقايو هو يدين أمركا أي أويس أو أي نوع برورة أي أويس وإلى هذا هاي وإلى أم سعد سعدا براعة وجدا بعد آيات له ومجدا مقدم سد به مسدا أيضا صداله ينبي ومشتك صلى الله عليه وسلم أمركا سأقول نبي وحلو صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد هواني كستو برورنا يسايبين بشيء يسابوري إلا سعد هو يدي موي يعني أمانتي أمانتي وربوي معنا نكو سواءها لكن إسلامها كلي برورتا روح مركو دنتي أمان بالقلد دالا محوك اجر صوما صوما لذا واحد لهم بهداد أمان ربطنا ديمو يا هداد حير ربطنا قرسي لها مركا أمانتي أماني سبو نبو صلى الله عليه وسلم ورنتي برسول صلى الله عليه وسلم markii la soo saaray sa'ad oo janaasadiisi la soo qaaday oo qabriga loo sii waday ayaa quliyay munaafiqiinta kamida waxay yiraahdeen ma akhaffa sariirata sariira sa'ad aw janaasata sa'ad war sa'ad muxuu ahaay sariirta lagu wado oo bacti nacashka waa nacashkiisu fududa yani xuga durid bay ka wada markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam ujeedadan meeshan kaleenahay waat لقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد بن معاذ ما وطئوا الأرض قبل يومئذ تضبات كن أو ملك أي جنازة سعد كسوق يبقش مالك كهر نولي قطولك عقمين صوص صارين بن صلى الله عليه وسلم تضبات كن أو ملك وحيوي مادين جنازة سعد بك سوق يبقله ويوي مادين رسول صلى الله عليه وسلم وسي وداي markii wuxuu yiri lagu tukaday oo qabriga la galiyay oo aradii lagu daday ayaa nabigu tasbiixday صلى الله عليه وسلم fasabaha wasabahna tawilan subhanallah subhanallah annagana wala tasbiixsanay dhe thumma kabbara fakabbarna allahu akbar allah nabigu wa takbir annagana wala takbir sanay markaas waxa la yiri rasuulallah lima sabbahta thumma kabbarta maxaa subhanallah iyo allahu akbar tan faraha badan u tiri luguma aqoon jir marka janaazooyinkii aas ka timaado tan maxaa dhacay markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam hada al-abdu as-salih alladhi taharraka lahu al-arshu yani adon kan waraagsan ee arshiga ilaahay sababtiisa la dhaqaaqay waa xadiith kale oo isagana meel kale ku yimido arshiga rabbi idu isaga sababtiisa la gilgishay sa'ad ba ka jiray geeridi sa'ad inno caaswa marka wuxuu ila adoonkan arshiga ilaahay ba uu la dhaqaaqay wa futihat lahu abwaabu samaa samada iridheedina loo furay wa shahidahu 70,000 min almalaiika tadbaatan kunu malaa'ikatan ay janaazadiisa ka soo qayb galeen laqad tadayaqa alayhi qabruhu linka inta adarkaysana qabrigi ba ku xididiyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ثم فرج الله عنه كذبنا إلهي با كفيدو كدركي مركز النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان أحد ينفلت من ضغطة القبر لانفلت منها سعد بن معاذ هذا يحيدون عليلك إيا الضغطة إيا عدادس كقبرك يحيدون هذا كبتبادلها سعد با كبتبادلها ابن نبي صلى الله عليه وسلم مركز هديب السعد هو شيء بقو آي هلس قلي يا كلو بتبادل مركز يا ما يتكلم بدبادي كريس سيدا اصدرادد على الصحيح مؤمنين تي مسلمين تهكوك لدوان هادين سيوحو دعيان يا سيدا اللوغة فيدي يا سيدا اللوغة فضودين ايو هكوك لدوان هادان لكن لا شك عدك بدبادي سيني سنشرين ظاهر كأحاديثة كموقتا النبي صلى الله عليه وسلم كسوغا إلهينا تبارك وتعالى هينا بدبادي والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك الحين يكوباد حولي هاي شيخ قبل أيام ولا سعني إن مدة وحن جعلنا نقول سدو والسماء يسندعين قبل داس إن بدن أيام كلا سنين سنين الحمد لله أنا جوان كتوبت كأني سؤال شيء وحي تهي كو أنت مر أو عن كسنة استي مد والبا متوبت كين جارها يا لجربا سؤال شلبات يدا
oo aan kala sinaysanay hadaysan ka toobad keenin wali ma wax dhib ah ayaan ku leeyahay mid hore horta dambiyo badan haduu ruuxu galo ama hal dambiyo soo noqnoqday ha noqdo ama dambiyo badan oo kala duwan haduu galo ma tawbada fara badan baa looga baahan yahay mise hal tawbad baa wada anfacaysa way jawaab su'aash jawaabtu waxa weeye hal tawbad baa ku filan oo shuruudeedii wadato oo wuxuu dambiyo galay uu ka qoomamoodo oo go'aansado inuusan ku noqonin daayo oo ka dhex baxo iyadii asbaabteedii xuquuq bini aadan hadday tahay ka xalaaloobo ama celiyo hadduu shuruudeedii la yimaado hal tawbad baa ku filan zinada faraha badan ama khaladaad kale ruuxu u galay oo ilaahay ka galay hadday xuquuq bini aadan ku saabsan tahay ayadu wax weeyaan waxay u baahan tahay ciddii iska lahayd inaad ama ka xalaashato ama u celiso ayadu sida fudud lagu saamixi maayo waa dulmiga ilaahay uusan ka tegin uusan daynin wax taa waa mid waaye waana sida culimmada ballankooda ay qabaan nusuustan laga faa'iidaysanayo ama arrinta ku saabsan ayadii maadaama aad xumaan iyo macsiyo iyo dembi aad wadaagteen adigiina ilaahay ku waafajiyey inaad toobad keento ayadiina haddii aad xiriir ka hayso ka shaqaysay u toobad keen ilaahay oo ugu kaalme yaa oo islaax inaad islaaxiso isku day maxaa yeelay Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi toobadda wuxuu haddana daba dhigay islaax taaba wa aslaxa marka wixii aad halaysay inaad hagaajin karto isku day haddii ay suuroobi weydo adiga toobadaadu sideeda waay sideeda u badax banaan tahay iyadoo haddii khaladkii ku sii socoto laakiin markaad ayada aad kala shaqaynayso ama kala hadlayso inaad toobad keento is ilaali mar labaad wixii aad baratay ha ku noqonin laana asalka waxyaalahan oo kale marka laga go'ayo waxaa ka mid a inaad goyso ciddii aad wax wadaagteen oo xumaantaasi aad wadaagteen laana wax isbartay isma daayaan wax isbartay isma daayaan marka haddaadan cabsidaa qabin ka shaqaysay u toobad keeni lahay haddaad cabsidaa qabtana agteeda ha marin sii carar oo toobad keen wallahu aclam jazakallahu khayran wabarakallahu fiik saa'ilka 62aad waxa uu leeyahay sheekh waxaa jira rag aan saaxiibanahay oo dowladda xilal ka haya mushaharkooduna waa yar yahay oo biilkoodaba kama badna haddana waxaad arkaysaa iyagoo lacago badan bixinaya ama isticmaalaya mararka qaar inay casuumaan ama aan wax isla cunno ayaa laga yaabaa anna waxaan ka shakiyaa lacagtaas inay tahay xoolihii ummadda marka maxaa igala gudbaan sheekh arrinkaas asalku waxa weeye waxna waa shaki iyo tuhmo waxna waa wax lagu dhisi karo sharcan asalku waxa weeye ruuxu wuxuu wato meeluu ka soo jeeda haddaadan hubin ruux muslimna uu yahay asalka waxaa loola mucaamuloonayaa inuu leeyahay oo dariiq saxa xoolahani ku soo galeen saasaa asala laana waa muslim muslimkana asal waxa uu inuu isilaaliyo haddaad ogaato inay xoolahani si khalada ku soo galeen ama xoolo dadweyne oo uu dhacay ama ma ahe wax kaloo si khalada ku soo galay haddaad ogaato marka waad iska ilaalin haddaadan ogaanin oo marka aad isleedahay waruuxani ama uun meelihii uu joogjoogay wax ka soo qaad qaaday ama wax khayaamay ama wax isdaba mariyay laakiin aadan hubin caddaymana aadan u haynin markaasi waxa weeye tuhmadaada iska liq waad la mucaamuloon kartaa laana asalku waxa weeyaan alaslu assalaama fi lmuslim asalku waxa weeyaan inuu muslimku nabad qabo wuxuu gacantiisa ku jirana isagu u leeyahaybaa asala asalkaana loogama bixi karo tuhmo keliya loogama bixi karayo bal markaa tuhmadaadaaba la maagiba adiga laakiin xaq baad u leedahay warac marka la mibaabil warac xalaal miirasho ahaan wixii shaki kaa galo inaad isaga tagto waa hawl go-aan adig kuu yaalla waay oo iska xalaal miiranayso ama xukum rasmiya wa xalaal iyo xaaraan way haddii la dhahayo marka waxay u baahan tahay in caddaynteeda la helo haddaan caddayn lahaynin ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ha ahaado ama wuxuu dooni ha ahaado wuxuu wato isagaa iskale meelay ka soo jeedaan haddaadan garanayn isagaa iskale waadnala mucaamuloon kartaa waa sidaas weye asalku wallahu aclam
جزاك الله خير بارك الله فيك سائلك اللي حديث استحاد وحولي هاي شيخ سكدة ما لقوا بحين كرا باسمها مساجدة هدي أي دعوة ولا لقوا بحية سمع عن صحيحة زكدة مصاريف تهذا لقوا بحية إلهي تبارك وتعالى وما وكيلا إن عدك استعدك لإسرع هذه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله سيدات سنفي بهالك إلى كشيء سيدات قيود سيدات قيود بإسكال الزكاة سيدات دام اللقوة السمية من سقيب بالسين كراكلية ومثل الخلافية مساجد مركز اسمه هذا سيدات داسي كمعدة صوما يعني فقراء ما مساكين ما تدي ميزان ما او دد صعطاء ما او محو هاي انت اللي شيغي منا ما ماشا اون لسديه كرام اي سو غلي كران وفي سبيل الله واحد وفي سبيل الله هنا جماهير اهل العلم وحي قبن سلفا وخلفا جماهير اهل العلم وحي قبن وفي سبيل الله جهاد قال لك والله الإمام أحمد يوحي الحاقية الحجكة مركا سيدا مركا اللي إلى هذو مصاريف تزكاة اللقوب بحية مساجد ميالك ما سوقشو مسألة اللواضع علماء ليهن رأيقا قبتا وسيدا اللقوب بدين هيا وحي ليهن حدي اللي إلى هذو في سبيل الله هلا بلاريو ومفهومك في سبيل الله هلا قردقو مجالاتك خير كورن هلا قردقو آيات حصر قيدي باردو بيا وأها إنما الصدقات للفقراء حصرك إنما إفايدين يسو أي اللهم يبيلي ومعنيه باب الله رنايا وحكروا إليهن حدي اللي إلى هذا مساجد هلقوا بحيو زكدة وحا إيمان يسددكم مساجد يتحليهن تضبضي النوع كلا العديي انت اللي قال لي حيو إن مساجد للو دعاله صوبة هذا هو حالدتك اللي ذكر الله ورميل دتك اللي مرة يانو كاتش أبابا يعني هلكم كبيحية ما يحج يعمرن كأذي نابلي هذه اللي هذا مركز كذي إن مساجد كسيس كقولي سا مساكين تيو هلكم بابا يسوي إسكال هاي بعد مساجد قليل نيسان صوما مساجد دي كم عدا ميل مكسو قلي كرتاوي ضاضو كوي كو عدي ذا إسكال هاي إلى هاي عدي بواحد عايزين لجرب مريو صوما سيداس دراديد سيدا في يعني وحوي لون بدن يهاي إن مساجد اللقوط دي صو وحي كلا اللقوط تلقلي زكادنا اللقوط بحيو مصاريف تهدي كلا سيدا دا هاي آيادو أي شاكتي والله أعلم جزاك الله خير نبارك الله فيك سائلك لحدن يا أفراد وحولي يهاي شيخ قف إسلام أبان كيلي وحتى هاي قف بلا كتابة وحو حكم كيس نغنية محادك وضع الروح بلا كتابة يعني الدين ما لهد مياه هذا معناها كوضوا قالي سين واحد روحان دين لهين وكتاب لهين وقال هذا السيدة معناه وطور ونقضوا كوضي ودن بآد وينه خطيرة واحد روح مسلمة إنا تقول هذا قال باتهاي أما الدين ما لهد أما مسلم ما تهد وارنها لسواه ودن بآد إله لك قال كو وين بكمت نبي قانون صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي حديث صحيحين ككويمد أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما روحي ولالك كوي له ذا قال يهو لو دم بقاس حوليسكي سأوليه هاي لو وضو ضمدهم بالله نقوليه روايات قال سيحة ديسيو كان او قال ككوي لي هدو قال يهينا استقع قادنية هذا سجال هنا مسلم يهينا كان يريب يكسر نقانيسا كلمة دمر كمل الآن ده ميس وأرنا ولسمك علماء قاروح إليه وح كسر نقان يكن هذا الكيري ودم بيجي قال لي ما دي ما لكن روايات كقار بعض واحد مدا وح كم وغدا إن قال لي ما دي كسر نقانيس مثل روايات أحمد يا بداودي صوص على وحوليه أيما رجل أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر روحي روح مسلمة قاليسية هدو قال يهيكاس وقاليسيين فذاك واحد
هدو سن قال أهين كان قال لي ماذا توري وقال نقوله وقالوا بي ما سهلنا رواية كالوحي لي هذا هاي وحديث كحديث كالوحي لي حديث ثابت بن الضحاك روح مسلمة إنا قالي شيسو أدو الدليو كالي كان يقدها من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله هذا قلنا كقوي الدليو كالي كان يقدها بخاري باوري هل يسوي مك الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أي معناها سموتشنا يو مركو شرح حديث حذيفة بن اليمان أورينا يو وأوليه النبي صلى الله عليه وسلم وحيا لها أن هذه كبقى يوحى كم إذا نين قرآن كبرتي مركي قرآن كقرح حديثي أي كم وقتي شيخ علماء ومحوها هاي قرآن كي معنيه سي دينتي أي كم وقتي وإسلام كي الدفاع يو أيو مركا كدب كدح بحي gadaalbu iska dhigay safety soo qaatay muslimiintii uu galaysiyay dhigoodina waa garaacay markaas la wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam ayyuhuma awla bishirki almarmi aw arrami makan gaalnimada tuurahay ku hadlaya ba gaalnimo u dhaw mise ku tuurahay nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam bal arrami kan gaalnimada tuuraya dadka galaysiinaya ayaa gaalnimada uga dhaw ku galaysiinaya marka baashan la iska dabaalanahay waa gaal iyo way ridoobeen iyo muxuu ay ka farxashay iyo muxuu ay xataa culimadii ayna badbaadeen culimadii xataa waa gaalo iska mariyado lo qoslahay la maatanahay ma maqashay talagu hayo baalaleey muxuu ay waa gaal iyo waa murtadeen waa ka baxo waa ruuxa wala isaga dab iman doona waad ciyaaraysa laakiin waa wax la isaga dab iman doona haddii aragto ruux sidiisa baabka ku fudud waxaad ogaanaysa meeshay ka socoto دينتي ساجل احسن الا كعبسي ساجل احسن ورعي ساجل احسن حلال ميرشدي ساجل احسن هداو اركتب الروح بابك كو فضوت لان باب لو فضوت هذا ما قال لقاتو وحيالها او ادو وحا كميدا روح مسلم وعلامات كي اسلاميمو كم مقدال ودينتا اد كسارتود حكومتو قال لقاتو وحيالها او ادو كميدا waxyaalaha dib looga istaago oo laga taxadaro oo laga fiirsado oo wax loo raadiyo oo aan lagu degdegin beegamid hadaa aragto ruux ku degdegayo durba ay fudud biyo lacabay uga fudud tahay bimaana diin xumo waay calaamada diin xumo waay marka ma sahlana yaani kitaab malihid iyo diin malihid hadal fudud ma hadaan u jeedin gaalnimo aadan u jeedina waa hadal culus ahantiis waad macna kale ka waday laana markay ugu yartahay waxad gudub aad ruuxa diintiisa iyo muxuu ahaay aad ku xadgudbayso weey laba goorba waxaad u baahan tahay in aad Ilaahay u toobad keento asagana aad caafi jiraa wallahu aalam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik Ilaahay subhanahu wa ta'ala shaqa ka baan mariyo su'aalahaas oo inoo ka jawaabay sida quruxda badan cilmiyeysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu mariyeynaa cilmigiisa iyo aqalkiisa iyo cilmiyeysa iyo aqalkiisa inta walba uu barakeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka mariyeynaa inaga fadhigeynaa inuu inoo barbaa fadhiyo تبدافو فدغي لي افراد ابراهيم كان يسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون سؤالها برشلونه وكجواب جريش انا شنو عبد عمر وبشي بالله بقربها الكاس ان شاء الله تعالى هو كان يا وحا سؤالها لو سو حاجه جريا سيده هور لو شيغي نمبركا واتساب كمسجدك سوره زمن افريت طبعا صدق بقول صدق بقول ان شاء الله تعالى مركا نمبر كاس باوي سؤال ان شاء الله تعالى روسو حكاجني قفكي غعان كو كاين اي حلا يا معاو ان شاء الله تعالى سؤالي سيسغنا حلقدها تنبي اي كوسو بخي دونان لكن سيدي ايو كلو هريين سؤاله اي كو سوتا انت بدل سؤال سؤال مركا تاغن او اي خصب نقطه الى دخ غليو وهدي ان حلقدن لا غلين اي مشه تنبي لو جبدغه وقتيه دعايه مويه انت بدل احنا كو سوتنا سيدي سؤال هو سو كلو هريين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه